لا ما ندري، حتى لو ندري ما نقول لك. عفا يا ابو شاهين، ليش؟ ترى انا ماني ضارها، انا بسال عنها وبشوف شنو ظروفها، ليش ما سافرت؟ وش درانا انك منت مجزوز من عم العيال؟ عيال؟ اي عيال؟ عيال اختها يمه. ليش؟ ما تدري ان زوج اختها دش السجن، واختها داشه بغيبوبه وتحت رحمه الله؟ شلون؟ ومتى صار كل هذا؟ قول الصج، انت اكيد منت مدزوز من عمهم. يا ابو شاهين، انا لا يهمني لا عمها ولا خالها، انا اللي يهمني البنت سعاد الموظفه اللي كانت عندي بالمكتب. البنت اجتهدت وكافحت ودرست وبتسافر علشان تاخذ الشهاده. الحين تصدمتوني بالسالفه هذه. قولوا لي ويرحم والديكم، سعاد وينها؟ وين عايشه؟ وهذه قصتي، عرفت ليش انحبست بالمكتب؟ كلش ما لقيت قصتك حزينة كذي. اللي ذابحني أمي، وايد ولهت عليها وما أقدر أشوفها. زين ليش ما تروحين تشوفينها؟ ما أقدر. ليش ما تقدرين؟ حالتها وايد صعبة، ما أقدر أشوفها بالحالة، ما أقدر. قصة أمك غريبة. زين وانتوا لمتى بتخشون السراب على الناس؟ ابوي مانع اي احد يطاريها او يتكلم عنها، حتى بالبيت يسوي لنا سالفه اذا سمع اي واحد فينا يتكلم عنها. قلتي لي خالاتك يدرون على الموضوع وساكتين؟ خالاتي وعمتي كلهم يدرون، ما حد تجرأ يسوي شيء او يدخل نفسه بالموضوع الا عمي شهاب. هو الوحيد اللي ما كان راضي عن أي شيء أبوي يسويه مع أمه، وش كثر حاول يوقف قدامه ويمنعه، بس شنو النتيجة؟ ماكو فايدة. زين واللي ساعدك خليك تشوفين أمك؟ صدق؟ إي صدق، تقعدين معاها وتشوفينها بعد، وما حد بالدنيا هذه كلها يقدر يمنعك عنها. مو بس كذي، أنت اللي بتخلين الناس كلها تعرف سر أمك وعلى اللي أبوك سواه فيها. لما تحب كل اللا معقول يصير معقول، وكل شيء كنت تشوفه تافه يصير له قيمة. لما تحب يتشتت تفكيرك، يصير واقف عند اسم واحد بس، وجه واحد، ملامح واحدة ما تتغير ولا تروح عن بالك. التفكير يصير جزء ما يتجزأ من حياتك. ها يا أخوي، تأخرت عليك؟ لا عادي. حق فهد؟ ايه تستاهل، مع ان هالايام لاهية عنا شوي. ليش يا اخوي؟ حسن ما شاء يعني قل حماسة على الموضوع. الصالون اختها مجابلته جايز. زين وانت؟ مش فين؟ ما حنا عليك الجماعة. ما لقيت لك حل حق موضوعك؟ جريب ان شاء الله لك الحل. جريب وشنو هو؟ ماكو إلا أروح التعليم العالي، أوقف بعثتي، على الأقل لا تروح عليها البعثة ولا تضيع علي فلوسي. جم ما تسوين، كل ما تأخرتي كل ما راحت عليك فلوسك. أنتوا شجعوها عاد؟ إي لازم يشجعوني. هو ليش ما يشجعوني؟ يا ربي لا من أوراقي ولا من بعثتي. يا ربي على الأقل حدا هالشايتين كل مرة وحدة. أنا اللي مينني الأوراق وين راحت؟ ما يندرى ما يندرى يا مفالح. تقولين يا ربي نقطة ما يشربت هالقاع؟ بسم الله. لا احنا قلنا ما نفقد الامل، حاولنا مع ويس وما طلع اهوى، وحاولنا مع عمي وما طلع اهوى على كلام بوسينو، وباجي شخص واحد. سالم بقلالة قدره. الله، وانتو بتتكلمي مصري حلو اهو، ورفايك يا بنين. يا اختي، من افلام المصرية. شطولة يا اختي. والحين شو الحل؟ الحل يا طويلة العمر ان اروح التعليم العالي، اوقف اوراقي بس، هذا هو الحل. خاف يا خاف، ويس يدري عن السالفة ويلحقك هناك، تصير مشكلة.
ويا العويس هذا جيمس بوند مو عويس مصيبة كل شيء يعرفه. يا حلوة شيم فالح أي جيمس بوند مصيبة صابته هذاك مخه ما يفهم شيء بس مش نص الحظ قايم وياه. الحين ليش ما قلت له لقيناه؟ أحسن خلنا معلقينا شوي عشان نتكتك الخطة عدل. وش التكتك شو تخربط أنت؟ سعود ترى ذي لو إذا طلعوا مكان ثاني إحنا وين نصيدهم؟ أنت أصبر وفكر وبتعرف إنهم ما راح يروحون منا. شلون يا الفطين فهمني؟ بنات أخوه. إيش فيهم؟ مو كلهم شافوا أمهم يعني بيرجعون مرة ثانية ويشوفونها. إيه بيرجعون بالبوشية والعباية. عليك نور. ما دامهم في البيت ما نقدر نطلعهم منا إلا بالقانون وإحنا مو ماسكين عليهم شيء. لا حبيبي لا سعاد عليها قضية بالمباحث يعني لو أدليهم مكانها بيصيدونها. يصيدون سعاد بس مو عيال أختها. أنت أصبر لا تستعجل وشوفني شنو بسوي وبتعرف إن خطتي أحسن وايد من خطتك. قطك عادي؟ لا 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 ما أبي أخاف عليك. يلا تعال افتر معي. يلا عطني إيدك. افتر افتر افتر. سلام مبروك. شلونك؟ وعليكم السلام. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. حلو المنظر. اي وايد من ساعة كنا نلعب انا وبروك. انا دائما عادي البحر بس اول مرة اشوفه كذي. المستشفى عادي؟ مو كنا لازم تفتح اكثر؟ لا عادي الدكتور قال لازم تطلع يعني تتحرك بعدين انا ما جيت بسيارتي يعني جاي مع سايق. اي زين تسوي الحمد لله على السلامه مره ثانيه. الله يسلمك. زين بروك بتلعب بعد؟ صاحبك اللي مدحني سلم عليه قل له ما راح افيدك بشيء. ليش طالع منك؟ القضيه واضحه اما السجن او الدفع. اي بس اكيد في ثغره كل قضيه لازم تصيد فيها ثغره لازم نعرف الشخص اللي كان شاهد وشايف بعينه ان شهاب سد الدين اللي عليه من فيصل وفيصل ما يطالبه بشيء بس فيصل ايش سوى؟ قام وشال الشيكات وخشوا. يعني هذه قضيه كيديه يعني الحل إنه لازم نعرف الشخص اللي متكتم على الموضوع مع فيصل. حلو كل ما استعجلت كل ما كان أحسن. إيش قاعد تخربط أنت عباس؟ أقولك بيجيني خير هاليومين بتدخل علي رزقة يعني أهد شغالي وأروح أدور على بهيو بلعن اللي تلعنه إن شاء الله. لا لا الله لا يقولها إن شاء الله إن شاء الله يومي قبل يومها. بعدين يا عيسى يا أخوي يعني أنا قصدي إن هي أختك مرتي حبيبتي هي مسكينة يعني أنت مسؤول عنها وأنا مسؤول عنها. ما يصير نخليها كذي هي بعدين مسكينه ما تعرف احد بالديره غريبه حرام نخليها مهيته بالشوارع. عبسو انتبه على نفسك ترى اللي قاعد تتحكي عنها هذه اختي. احشم نفسك ترى تجيك هشيش على راسك. لا تكفى لا لا يرحم والدك فشلت قدام الزباين مساك الله بخير. يا عيسى انا قصدي انها هي اختك ومرتي حبيبتي احنا لازم اثنين ندور عليها. وبعدين بصراحه يعني انا مبطوطه جبدي ايش حقه هديت موضوع مرتي وقضبت موضوع مرتك. يعني مرتك أهم من مرتي اللي هي حبيبتي اللي هي أختك؟ لا مو أهم بس خلني أصيد على ولية وبعدين أروح أدور الثانية. يعني اللي يكون يعني ما شاء الله يعني خلاص يعني 100% ضامن بتلقاها. أي طبعا سعادة بلقاها ولعلمك ترى يوم يومين وكله يصيدونها وأوريك فيها. وبعدين خلني أتفرغ حق بهية وأكسر لك راسة تكسير. ما أكون أنا عيسى إذا ما كسرت راسة. أصبر أصبر. ها سعاد ايش قاعده تسوين؟ البنات ما جهزوا؟ ما علي حبيبتي مفالح روحه وانتو. ها ردينا؟ بصراحه يا مفالح ما لنا خاطر في الروحه. وانا بعد تذكرت اختي وحاشني القامت. انت تدرين بظروفنا. احنا وين والطقطقه والعراس وين؟ والله يا حبيبتي ادري بمشاكلكم وظروفكم بس انا هم قلبي ما يعطيني اخليكم روحكم في البيت. ما حد عندكم اخاف عليكم يصير فيكم شيء وما حد يدري عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم شو بيصير فينا يعني؟ تبين الصدق عاد؟ والله ما أدري. تلقى في واحد حاقد عليك ويبي يضرك. واحد؟
قولي 10، قولي 20، قولي مليون. الله الله الله، ليش؟ عدواني واللي يكرهوني وايد. لا ما صدق. ليش شايفتني ملاك نازل من السماء؟ لا ما حد فينا ملاك، بس الإنسان إذا صار عنده أعداء وايد هذا معناه أن المشكلة فيه مو فيهم. ولا شكلك غيرتي فكرتك عني. لا كلش ما غيرتها، بس كان زين أنت تغير فكرتك عن نفسك. شون بالله؟ سمعت عن قانون الجد؟ اش يطلع هذا بقى؟ شنو مادة بالحقوق؟ لا مو مادة بالحقوق، يقول لك أن الإنسان إذا غير نفسه وتفكيره للشيء الإيجابي كل الأشياء الزينة تدخل حياته. من ناحية الأشياء الزينة، الأشياء الزينة دخلت حياتي وخلصت. طحت يا سيفو على وجهك وما حد سمع عليك وحبيت. شكل خالد عبد الله. يلا يبا خذ الأوراق وتوكل على الله وخل بالك على الحلال. يلا هلا يبا هلا هلا بالك على الحلال. هلا ضياء، حيات حيات، استريحي. ليش مشيته بس شفتني يا صوبك؟ لا أبد ماكو شيء. هذا المحاسب؟ إيه بلا محاسب عندنا بالشركة. زين ليش مشيته؟ كان خليتني أسمع. يا ضياء هذا شغل، إيش فيك أنت؟ شغل؟ ولا ما تبي أعرف إيش كثر عندك فلوس؟ محول. خايف أحسدك؟ إيه اللي تسوابه زين؟ ما علينا، متى بتجيب بنات أخوك؟ ترى ماني ماشية من هني لين أشوفهم قدام عيني، ما أبي أرجع حق ريلي وهلا يعايروني فيهم. ترى باكر الكويت كلها تحكي بنات أخوك، هذا أنا قلت لك. يا ضياء عيني خير، باكر سعود ويا أخوها المطيور هذا بيروحون يدورونهم بكل مكان لين يجيبونهم عندك. إن شاء الله باكر الظهر هما عندك، إيش تبين بعد؟ نشوف نلحق الكذاب البيته. هذا أنا قاعدة عندك هني لا شغل ولا مشغلة، بشوف تخلص لي هالموضوع ولا لا. يا شا الساعة المباركة قاعدة يا خيتي، البيت بيتك. ها جاهزة بثينة؟ ترى أنا تعبت لما ضبطت الوضع، تبين تشوفينه ولا لا؟ السلام عليكم. السلام، حياكم. هذا استاذ عماد اخصائي هني، هو اللي قال لي تعالوا بالليل بعد ما انتهي فتره زياره عشان نقدر نشوفها. تفضلوا، بس ارجوكم بسرعه عشان لو تعرفين مدخلكم غصب دلوقتي، الوقت متاخر مش عايز مشاكل. تفضل. تفضلوا ست منيره. ما تحكين، قولي ايش فيك؟ كنت عند امي رحتي لها؟ ايه وليتني ما شفتها. شلونها؟
ليش مو زينة؟ سيف حدي مقهورة، حل مقهورة عليه. ايش فيكم؟ لا حبيبتي ما فينا شيء، السالفة بيني وبين اختي. يعني ما يصير اعرفها؟ السالفة ذا عرفتيها ما راح تيوزلج. شو هالحكي؟ ايش فيها هذي؟ السالفة تخص امي، امي عمتي، تذكرينها ولا نسيتيها؟ لا ما ناسيتها، وما حد نسى سواد ويها. لا امي ويها مو اسود، انتوا اللي سودتوا ويها. وثينا لا ما راح اسكت، من اليوم راح اتحجى. ليه متى تبوني اسكت؟ ليه متى امي خط احمر بهالبيت ما يصير احد يتحكى عنها؟ زين قلت لك سكتي. ما راح اسكت قلت لك. ليه متى؟ ليه متى ولا كلكم مسويين فيها شيء؟ وثينا قلت لك سكتي خلاص. اقول لك هيدان؟ هلا امي. مال الحين دوه وذاك الفحم وشوي كستن. اي والله ايش رايك؟ اي يبيل خلي الكسر تاك 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 انقطعت قلوبنا. عدنا نحط له كسر صير، شنو شاله ثلاث ادوار؟ نبي شاله غيره، ما نبي هذا بعد. زين علامكم بطيته، انا وفهد من زمان هني. انت تدري البارحه سهرنا بالعرس خفت من نومه. قايل انت يا صداك فيها طلعت. اما الامس عدنان طافك طافك العرس، الصراحة العرس يحكي. اي العرس يحكي، تدري شو يقول؟ سامحونا على القصور. والله هاي ضحك الحين. واي 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 عدنان طافك طافك امس العرس، واي انا وانوار شفنا شيء ما حد شافه بعينه. اخ بس لو خلونا مصورين كان جبت لكم الصور كذي وتطمشتوا على كيفكم. يقولوا لنا شفتوا عاد. ما اقدر سر. ولا ترى ما عندهم سالفة ما هيك منهم. انا مالي شغل فيكم يبر، انا رفيجي فيدان فزع معاي من الفير وجينا هني. لو ناطركم شلحي الحين ما جينا. ها جاي نكته انا. عدل فيدان؟ اي عدل عمي. انا اذنكم. علامك يبر. فيدان؟ انوارو ولدك ليش مسبح كذي؟ ايش في هذا؟ مراهق. بس هاي اللي قدرتي عليه مراهق؟ بصراحة طافك العرس ينن. يلا روح ترى ناطرينك. اسمعني من تشوف اي وحده فيهم بلغني وانا اجيلك على طول. نبي نجيبهم البيت اليوم، لازم نجيبهم البيت، فهمتني؟ يلا نبي نخلص من هالسالفه. مليت انا لا تشبدي، ما صارت، ما عندي شغله غيرهم انا. يلا يلا خلص بسرعه يلا. وياي بالسيارة يلا بيكم كلكم وياها يلا يلا خلصوني يلا. احنا ابو دارك، انت ما تستحي ما تنتخي، يا الظالم خاف ربك ما يبونك قصبهم. اقول بس سكتي سكتي انت، حمدي ربك العم فيصل ما ياب الشرطة، كان الحين باص تشيلكم كلكم. وعلى فكرة ترى الجرح في راسي للحين للحين يا سعاد. يا الا البط ان شاء الله. يا جماعة ما له داعي الفضايح بفريدنا والاوادم طمش علينا. ابو سيف يبا تعال دخل داخل خلنا نتفاهم. شلونك؟ من هذه بعد؟ اشوف كل يوم الثاني قاعد تروحون عندنا ماين جديده. يلا قدامي يلا خلصوني يلا يلا خلصي يلا خلصوني يلا. روح يا روح، امركم قبل بعد شو نسوي؟ هذا ما يخاف الله ظالم. روحوا وش تسوون؟ ما بيدنا شيء.
تمشي بروحنا. يلا يا ابو خالتكم ويا اغراضكم الحقوني يلا يلا. روحي لكم حسبي الله ونعم الوكيل. يلا دشوا 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 لا بارك الله فيكم فشلتونا. يلا تلشت انا فيكم تلشت. سكر الباب وياك ان شاء الله. جيش والله بلشة والله حالة. يلا شاهم قدام عينك ارتحتي بعد ما لك عذر مو تقولين عيال اخوي مهيتين ما حد يدري عنهم. كاهم جبتهم ليه عندك قدام عينك؟ انتوا ما تستحون انتوا هايتين من مكان لمكان لا حسي ولا رقيب لعنب داكم. انتوا ما تدرون من عياله ابوكم منو عمامكم منو فشلتونا باكر نصير عيش بحلو جناس جليل الحية. احترمي نفسك لو سمحتي وعن الغلط. هذه مني بعد انا خالتهم. لا عاد انت يحدك ولا كلمه هذيل عيالنا. اذا انت ترضينها على نفسك تتيريرين من مكان لمكان هذا شيء يخصك بس احنا ما نرضى على عيالنا ينكشفون عند ناس قرب وينامون ببيوتهم. عمتي بس انت عاد ولا كلمه ناقصتش انت بعد. يلا ذهبوا غرفهم. زاهبين غرفهم زاهبين. يلا طصوا على غرفكم. يلا شو قدامي فشلتونا الله يفشلكم وغيروا هالخلاجين اللي لابسينها ما يندرى شايبين لنا بعد من النماين اللي كنت عندهم. يلا يما يلا يلا تعالي معلك منهم تعالي ارتاحي تعالي. مدام بدي غرفة ثانية. ما نبي غرفة ثانية. روحي قولي حق عمي بنتم كلنا في دار واحدة لما أبوي يطلع من السجن نطلع معاه زين؟ لطيفة. روحي. إيش فيك؟ مقهورة خالتي مقهورة. ها وخالتي وثينة وينها ليش ما تجينا؟ طبعاً ما راح تجي لأنه ما لها وي. شلون بتجي؟ لا. إلا هني لا، بثينة لا. قولي اللي ما له وي والمفروض تخشش وتصدد هذاك سيفو، هذا صدق اللي ما له وي. ما علقتي يعني من اللي يعرفك بروحي ما يخوك حد ولا يخوك شيء زين وصلتني لهني. يا مصيبتك يا بهية يا مصيبتك. تروحي فين من اخوك؟ تروحي فين يا ربي؟ اروح فين يا ام فالح؟ ده انا ما اعرفش حد في الكويت يا اختي غير اخويا وابويا وسعاد. ودي سعاد وراحت. اقعد انا عند مين دلوقتي؟ اقعد انا عند مين يا ربي؟ اهدي يا بنت الحلال، ما راح تروحين برا بتقعدين هي عندي شفيت. لا يا اختي انا ما احبش اتقل على حد. انت يا دوب تعرفيني من عند سعاد وانا ما احبش يا اختي اتقل على حد لا مؤاخذه. ليه يا ربي الحظ ده؟ ليه حظك من اي زي وشك يا بهيه؟ هدي حبيبتي هدي ترى خلاص والله لجيتي راسي ما صارت طول النهار دل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 
تبي شفاء؟ الولد يحبها يا راشد. أدري. وإيه تحبه؟ أدري. والدبرة يا راشد؟ الدبرة عند رب العالمين. ما يصير يا راشد، الولد لازم يوخر عنها، ما احنا ناقصين مشاكل. اندرى فيصل ان شاهين يحبها، راح ينكشف السر. لا لا يا ام شاهين، كل
شيء ولا ينكشف السر. تعبت تعبت يا راشد. أنام بفراش وأنا تنام، إيدي على قلبي أسمع دبة النملة، أخاف من نسمة الهوى، أخاف فيصل يقول له سالفة وينكشف كل شيء، وأنا ما أقدر بدون شاهين إلا شاهين. أموت ولا أعيش بدون شاهين يا راشد، ما أقدر ما أقدر ما أقدر يا راشد، ما أقدر بدون شاهين، ما أقدر أموت ولا أعيش بدون شاهين يا راشد، أموت ولا أعيش بدون شاهين يا راشد، أموت ولا أعيش بدون شاهين يا راشد. الو هلا يا باي. اي ماكو، اكيد قاعد ادور ايبادي بسيارتك ولقيت شي هديه. هديه حق امي. اي لا تستاهل والده. اي لا لا اكيد ما راح اخرب مفاجاه. اللي يبى تعال صج بقول لك. عمي عدنان وينه؟ هدر يلا اوكي ماشي ما يسع. يعني خلاص ما بدنا شماي معزمه كلش؟ دام تطمنت على عيال اخوك خلاص
ارجع لبيتي ابرك. زين والبيت؟ قايلت لك روح حق اخوك خليته نازل وبيعوا البيت، انا سويت توكيل حق المحامي، الباقي عندكم، ولا تخلي اخوك يخيس بالسجن. ويا انا مو ظالم. جايز، انا ما يهمني، اهم شيء عندي نصيبي بالبيت، متى ما بعته دقوا علي يقولوا لي تعالي خذي نصيبك من بيت ابوك. مع السلامه. حافظك الله يا خيتي. سلمي. كلمة آسف ما تبي تقولها؟ لقى قول آسف. آسف على طيحة أمك. إلا آسف على دشة أبوك السجن. آسف على بهذلتك أنت وإخوانك. ولا آسف على قطة أبوكم الشارع. آسف على بهذلتكم. آسف لأني قصيت عليك، عبت بمشاعرك، مريم لا تكملها، لا تقول حد أنت ما تقصدها. أنا مو ياهل، مو ياهل عشان حضرتك تقص علي. تسمع ولا لا؟ وخر. شاهينوه، شاهين، شاهينوه ثول. نسيت هذا ما يسمع. اي بيشب باي. باي. عرفني انا وين رحت؟ انا رحت مكان ما تحلم فيه لا انت ولا اهلك ولا اللي خلفوك كلهم. هيا باي قمنا نلبس ماركات، شعبالك؟ يلا عاد يلا، شهر علي انا الواقفين بك معطيك وي. خلصني، وين ابوك؟ ابوك 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 وينه؟ ايه ابوك وينه؟ وينه؟ وين؟ من المخزن؟ زين يلا طص قلب وجهك. شاهين شاهين، وين وين برد اللي على فراوله؟ انتوا ما تستحون، ما تندخون، مو عيب عليكم تبيعون البيت وتطلعون من الفريج
بدون ما تعلمون أحد، بدون ما تقولون حق أحد. ليش؟ أخو أنت ما نلومك، أنت دثوي ما تعرف السنة، لكن أمك، أمك على الأقل ترفع التليفون تدق على وشاهين تقول لها تعلمها، على الأقل تعطيها عنوانكم الجديد. عمي تشفيك علي؟ ايش حق منيتك وانت مشخط فيني؟ خو اصبر علي شوي خلنا افهمك. فهمني؟ لا ما بيك تفهمني. شو تفهمني؟ انتم منيتكم هالبيستين ينيتوا، ما ادري ايش صار فيكم، تخسبتوا مو نية، نسيتوا كل شيء، حتى ماضيكم الحلو نسيتوه، كله نسيتوه. ولا بدينا بالمعاير. انا ما عاير، انا مو قصدي امك ويا جناطها اللي كانت تبيع بالفريج، انا قصدي الايام الحلوه، انا قصدي يوم كنا فريج واحد، منطقه واحده، نعرف بعض ونحب بعض ونشوف بعض كل يوم وكل ساعه وكل حزه. بس انا بعرف هالخير هذا كله من وين؟ ليكون تبي تقول لي ان كل هالخير هذا من بيعه بيت ابوك؟ عمي انا بعرف انت شفيك علي، ايش حق طايح لك تحلطم وزف وحسد فيني؟ يا اخي اختار لك واحده منهم، يا تحلطم يا زف يا حسد، مو كلهم. حسد؟ لا ولا انا الحمد لله ما احسد احد، الحمد لله رب العالمين، مستوره، انا براضي قسمه الله. انا كل اللي يهمني الحين العفو والعافيه والستر وحسن الخاتمه. زين عمي بغيتك بموضوع. لا خل موضوعك، ما ابي موضوع ولا ابي اي شيء. شوف لي الاوراق، أوراق هالمسكينة اللي خدتوهم وما خليتوها تسافر وتكمل دراستها. أي مسكينة وأي تكمل دراستها؟ منو هذه؟ سعاد، سعاد أخت أم أحمد، مرت عويس. سعاد؟ أي سعاد؟ أي ذكرتها، سعاد ما غيرها المطلقة. وين أوراقها؟ طلعوا أوراقها أحسن لكم. شوف طلعوا أوراقها أحسن لكم، خلي تروح تشوف مستقبلها مسكينة. وإحنا شكوا فيهم عمي، إيش علينا منهم إحنا؟ إيش عليكم؟ أخوك سلوم هالزغل هذا هو اللي بايق أوراقها وخاتشهم. سلوم؟ وسلوم والله شو هدا صوبهم؟ شكوا فيهم سلوم؟ شوف عد مزغل ومني ومناك ومداور، هذا كل الحكي ما يمشي علي. اطلعون أوراقها قصبا عليكم ولا بهبدك بهالعصا هالعين، خليك ما تسوى فلس. زين زين خلاص عمي، ارد البيت وادورهم، بس انت اسمعني بالاول شوف ايش بقول لك. ايش تبي تقول لي بالاول؟ قول يلا، قول خلينا نشوف شنو موضوعك. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.